بكل المقاييس لازم نعرف ان هذه الفئه القليله لا تمثل جهاز الشرطه. بالضبط. انا نصي شرطي ونصي صيدلي، وانا اول واحد من هاجم الضابط واول واحد من اثار هذه الازمه. طبعا لن نتستر على فاسد، جهاز الشرطه لن يتستر على فاسد. ومن اول لحظه وتواصلي مع قيادات الداخليه اعلنوا فعلا ان الضابط تم ايقافه، حولوه للنيابه. لما اتعرض للنيابه ما كانش لسه جه خبر وفاه زوج الصيدلانيه، وبمجرد ان احنا عرفنا خبر الوفاه وتاكدت الوفاه وتم استجواب من طريق النيابه العامه وسماع الشهود تم حبس الضابط. اذا هناك لا يعني، واحنا من هذا المكان بنشكر فعلا صوره الاستجابه من قيادات الداخليه، استجابه محافظ الاسماعيليه المحترم اللي اعتذر عن الحادث الاليم لزوج الصيدلانيه. احنا كلنا تم اهانه 250 الف صيدلي عندما انتهكت صيدليه الدكتور. لن نسمح ابدا باي حال من الاحوال، وانا صيدلي في هذه اللحظه، ان انا اسمح بدخول ضابط شرطه الى الصيدليه لو يعني هناك حاله تلبس. ان هو كان عنده حق ان هو يعمل الضبطيه دي لا. بدون اذن النيابه؟ لا، ده هو كيف الموضوع كله، ان في اتنين واتنين جريوا والصيدليه دخل جوه، او مساعد اللي هو زوج الدكتوره دخل جوه الصيدليه بحيث ان هو يبقى حاله تلبس تتيح له ان هو يخش الصيدليه. لكن بكل الاحوال هو حتى لو دخل الصيدليه هو مالوش ان هو يفتش على ايه؟ شيء لا ما تعرفوش. الأدوية والترامادول أيا كان، دي شغل التفتيش الصيدلي اللي حتى لو الضابط معاه إذن من النيابة العامة لا يمكن ولا يسمح لي أنه يخش الصيدلية إلا بوجود التفتيش الصيدلي. بدخول الضابط واعتداءه على الزوج الصيدلانية هو تعدى على 250 ألف صيدلي، ومن اللحظة دي كانت لابد أن النقابة تتحرك. معلش يا فندم، هو مش صيدلي برضو، هو طبيب، هو مساعد صيدلي، هو مسجل حتى يعني هو طبيب بيطري، ولكن بطاقته والتامين الصحي. هو لا يجوز باي حال من الاحوال، هو الدكتوره سايباه مؤقتا رايحه جايه، يعني هنقول ده خطا اداري. هل الخطا الاداري ينتج عنه جنايه؟ هل الخطا الاداري ان هو طبيب بيطري واقف 47 سنه شاب عنده 24 سنه يضربه على وشه؟ هل يسمح بهذه الإهانة؟ لا، ده مش حرامي، ده مش 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 من رد السجون. وحتى لو كان حرامي بأي شكل من الأشكال، ما يحقلوش إن هو يتطاول عليه. لا، إحنا دي إهانة وليست بعلينا تاني، إهانة ل 250 ألف صيدلي خاصة، إهانة للشعب المصري عامة، إهانة للشرطة لأنه محسوب على الشرطة. أنا كشرطي، مش كلهم زيه. أنا كشرطي أنا بقول إن ده لا يمثل وزارة الداخلية أبدا. وزارة الداخلية بمجرد ما عرفت إن هو أخطأ اتخذت الاجراءات اللازمه لايقافه عن العمل والتحقيق معاه بالمفتش الداخليه. فور حاله الوفاه تم ارسال مفتش من الداخليه من الوزاره لاستجواب الدكتوره وسماع اقوالها، وبالتالي رفع الامر الى السيد الوزير الداخليه اللي هو وقف الضابط فورا. لما النيابه العامه سمعت الشهود حبست الضابط. احنا ما فيش تستر ولن نسمح بتستر، واذا كان هناك تستر احنا النقابه كانت هتاخد كل الاجراءات التصعيديه اللازمه. احنا كان هناك مخطط استغلال هذا الحدث لايقاع الداخليه مع الدوله. احنا يعني انا الكلام اللي قلته صح؟ ده حقيقه حقيقه ولا يعني انا متوقع انه هيحصل كمان؟ هو بالفعل لا لا لا، احنا في حاله انعقاد دائم. مجلس النقابه والاتحاد المهني الطبيه كان عنده النهارده اجتماع، كنا بندرس هذا الامر. سرعه الاستجابه من القضاء وسرعه الاستجابه من الداخليه خلت كل شيء مجمد في الاتحاد، ونحن في انتظار المحاكمه العادله والسريعه. اذا كان الضابط مدان حق الدكتوره يرجع لها، اذا كان الضابط بريء يبرأ امام ساحه العالم كله. احنا لا احنا هننحاز لده ولا بننحاز لده. اذا ثبت فعلا ان الضابط هو اللي اعتدى واصاب المتوفي في الاصابه الموجوده في رقبته، سؤال، هل الالم ده ممكن يتسبب في وفاته؟ يا دكتوره، الشتيمه ممكن تتسبب في وفاته. هو دكتور مركب دعامات في القلب، كدمه بسيطه في قلب المكان القلب ممكن تحرك الدعامه يتسبب عنها الوفاه. وممكن حضرتك الالم بيسبب لو ضرب بالعصب هنا، هو فاهم، بيسبب هو فاهم بيضرب ازاي، عصبيه غير مرتجعه. يعني هو كان قصده موته، فاهم بيضرب ازاي، تودي بالوفاه اكيد، مش ممكن أكيد. يعني أكيد. هو كان قصد يعذبه، لكن مش ممكن يجيب مصيبه لنفسه. يعني ما هو هيتحبس دلوقتي وهيتحاسب ان شاء الله. يتحاسب. انا اللي عايز الفت النظر ليه بقى، استاذنك اتفضل معايا. يعني
احنا بالنسبه هذه الحادثه زي ما بقول لحضرتك وانا مصر انها حادثه فرديه لانها ده تصرف فردي، وانت عدد مواقعه فهو تصرف فردي. التصرف الجماعي لما يبقى شيء ممنهج وبيقوم به مجموعه وفق تعليمات هنا تمام زي ما كانت بالامور بتدار او بتدار في اي اماكن. وطبعا دي مش تعليمات الداخليه ولا بالمره ان هم يتعدوا على المواطن. عشان كده بقول لحضرتك انا عايز اكمل بعد اذنك ان هو طالع يخش الصيدليه بعد اذنك يا دكتور. احنا بنتكلم دلوقتي في مبادئ اساسيه ان هذه التصرفات تصرفات فرديه. المفروض ان احنا بالنسبه لينا عندنا قضاء شامخ كلنا نثق فيه. تثق في القضاء المصري ولا لا يا ريم؟ ولازم تثق بعد اذن حضرتك طبعاً. ولازم تثق في الشرطه. والشرطه ما هي اللي لازم ان تكون محل الثقه ليه واللي يحقق معاه. لا انا اولا واخيرا لما برجع ببقى مواطن. شرفاء الشرطه يا فندم طبعا مناصب اكيد فيهم. طبعا واغلبها شرفاء. واذا كانت هناك في حالات فرديه طبعا لازم نتصدى لها. لا انا بدايه انا كلمتي والدكتور محي كان شغال معايا قبل كده وعارف ان انا لما بطلع الكلمه انا متضامن حضرتك لو حضرتك ما خدتيش حقك بالقانون. احنا لقينا اول واحد في الصف قلبا وقالبا هذا الامر نعلي دولة القانون. من الاخطاء حاليا دلوقتي ان احنا مثل هذه الامور نتلقفها اعلاميا فالبعض بيفهم الامور والبعض كان يفهمها بمفهوم خاطئ، فبندي فرصة للعناصر المتربصة ان تستخدمها كمادة. النهاردة انا مصر بتعيش مجتمع ازمة، مجتمع الازمة فريق الازمه مع القياده اللي بتدير الامور اللي بتربط بينها الجهاز الاعلامي. ارجو اللي بتمناه ان الجهاز الاعلامي زي ما القصه اللي حصلت في الواقع اللي استشهد فيها الاثنين القضاة في العريش وجهوا سهامهم للسلبيات. بالعكس انا لما اجي ببص ليها دي محاوله فاشله. لما حضرتك تبص لها واحد ملغم نفسه بحزام ناسف ودخل واحد جاي بعربيه وحاول يقتحم، النتائج اللي اسفرت عنها فشل. طيب معلش يا فندم هنرجع لقضيتنا مره ثانيه. احنا اللي عايزين بعد اذن حضرتك انا اللي بكلم فيه بعد اذن حضرتك عايزين اعلاميا الامور ما تتاخدش، لان ما شاهدته للاسف الشديد مش كله على وعي حضرتك. انا جاي احتراما للبرنامج بتاعك لان انا شفت ومش بزكي لان بحضرتك بتتناول الامور بموضوعيه كامله. بعض البرامج كنت برفض ان انا اروحها لان ما كانتش بتنتهج نفس الموضوعيه بتاعت حضرتك. فاحنا بننتهز الفرصه ويا ريت انا بواجه لزملائي ان يا ريت يبقى عندنا وعي لان الامن الجنائي ايا كان صورته لابد الا يتماس مع الامن القومي المصري. لان النهارده الحادثه الفرديه دي ممكن تسبب مساس بالامن القومي المصري. ده اللي انا بقى عايزه اتكلم فيه شويه يا فندم. فضل. يعني انا محتاجاكم تقولوا كلمتين في الموضوع ده. انا فوجئت ان حضرتك بتقول انه بدا بالفعل يعني الترتيب والتنسيق يعني اقدر اقول المسمى انه يقوم ثوره حقيقي. احنا بنتكلم علشان تحصل مصيبه في البلد ومصر تولع من الاخر كده يعني. النار هتخش علينا كلنا. والمهندسين النار حضرتك هتخش ما بيصدقوا. انا النهارده الدكتور محي لما يعلن ان احنا في حاله اجتماع ده خليك في اجتماعك وخليها تحس ان انت واقف جنب منها. بس هذه العباره ممكن تسير حافظه البعض. لا لا طب انصحونا نعمل ايه؟ احنا بالنسبه لينا احنا مصر كلنا اكيد احنا الاربعه اللي قاعدين دلوقتي واولنا الدكتوره ريم اكيد بتحب مصر وانت حضرتك وحضرتك وانا، فعاوزين نعرف نعمل ايه علشان نخلي بالنا طيب. من الشراره دي ما تولعش اليومين احنا دول من حس وطني وحس امني خلاص وخوفا على البلد. من اول لحظه احنا اللي توجهنا لوزاره الداخليه واعلنا ان في حاله تعدي على زوجه الصيدلانيه. احنا اللي قابلنا المحافظ وما خدناش حضرتك لقيت ما خدناش وزاره الداخليه. انا لقيت حضرتك انا لقيت كل الاستجابه عباره بعد اذن حضرتك. اديني فرصه اتكلم انا بستاذن حضرتك. ساعدت حضرتك مجرد ان انت قلت انك رحت لوزاره الداخليه وقلت لهم ايه اللي قدمته لك وزاره الداخليه لما رحت لها؟ انا ايه الصوره للمواطن؟ انا لنا الصوره لان المواطن عايز يبقى هناك جسر ثقه ما بينه وبين الشرطه طبعا ومن حقه وسعادتك لازم تدعم هذا ولازم حضرتك يعني انا اديني فرصه ان انا اتكلم لازم تساعدينا في هذا. لو كلنا يعني اتحدنا هنقدر ان احنا نتصدى للمخاطر المحيطه بينا. احنا من اول لحظه اتفضل واحنا اتحاد المهنه الطبيه في حدود
يتجاوز المليون شخص، بأسرهم يعدوا 5 مليون. الحمد لله. احنا اتحاد مهن طبية يتجاوزوا بأسرهم 5 مليون. من حس وطني وحس خوفا على الدولة، احنا من الاول اجتمعنا وكان الاجتماع ان احنا نوجه قضيتنا الى المرتكب الواقعة، وهو الضابط شخصه. تمام. اللي أخطأ مش مؤسسة، اللي أخطأ شخص. طبعا. وأنا شغال في المؤسسة، أنا عارف ده مش منهج ولا دي سياسة الوزارة، وبالتالي ده فعل فردي وقع من شخص تجاوز، وبالتالي لما توجهنا للمسؤولين في الوزارة بالفعل أنا لقيت ترحاب قوي جدا من السيد المحترم اللواء مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، لقيت ترحاب وحب في حل الموضوع بسرعة من السيد المحترم محافظ الإسماعيلية، في تنسيق ما بين السيد اللواء أبو بكر، وبدأنا إن احنا فعلا نشوف اللي أخطأ يعاقب. إذن دي مش مشكلة بلد ولا مشكلة مؤسسة، ده عمل فردي لابد أن يعاقب الشخص اللي أخطأ في حق الدولة كلها وأخطأ في حق المؤسسة. أنا النهاردة أنا احنا مش مختلفين كلنا في كده. لا لا أنا كظابط عايز أضرب عليك كنسلة من أي حد مسؤول. أنا لغاية دلوقتي مفيش تواطؤ من أي حد مسؤول لغاية دلوقتي، الحمد لله الأمور ماشية مع شوية متابعة. يعني احنا مش يومين والموضوع نخش في انتخابات، احنا مع بعض محدش فينا هيروح بمكان تاني. تمام احنا مع بعض. تمام احنا 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 محتاجين متابعة. الدكتور بيقصد ان احنا في انعقاد دائم، ان احنا متابعين الموضوع. احنا متابعين الانعقاد الدائم اصلا مش هننام لغاية لما ناخد حقنا احنا بالقانون، واحنا من غير ما احنا معاكي، وادي الشرطه معاكي، الداخليه معاكي، الاعلام معاكي، ولكن بدون تسخين مش هنسمح، مش هنسمح لهم. احنا مش هنسمح لهم، لن نسمح. بص حضرتك، موضوع الدكتوره هو مشكله شخصيه ما بين الدكتور المتوفي رحمة الله عليه الدكتور عفيفي والملازم اول محمد ابراهيم. تمام. مشكله شخص قصد شخص، وليس كيان قصد مؤسسة، وليس اتحاد مهن طبية قصد مؤسسة، نرفضه تماما. احنا ثقتنا كبيرة، سرعة استجابة السيد وزير الداخلية، سرعة استجابة وزير العدل وإيقاف الضابط وحبسه، ده مشكورين عليه، ولكن احنا في انتظار سرعة المحاكمة. ايا كانت اي ما تصفر عليه المحاكمة، احنا نثق في القضاء العادل الشامخ، واحنا بنؤكد ان دخول صيدليات مصر من قبل رجال الشرطة وأنا من ضمنهم أمر مرفوض تماما. لن تسمح به نقابة صيدلة مصر لن تسمح به، لن تسمح، بكررها، لن تسمح نقابة صيدلة مصر دخول صيدليات مصر أيا كانت الواقعة. في هناك إذن من النيابة العامة، صحبة التفتيش الصيدلي، التفتيش الصيدلي يتفضل، الجريمة المخطئ إحنا بنقطع رقبته قبل القضاء.